مرحبا بكم، إليكم 10 معلومات مسلية لقضاء الوقت. رقم 10. أي من هذه السجائر حجمه أكبر؟ بالنظرة الأولى يبدو وكأن السيجارة على اليمين أكبر حجما، أليس كذلك؟ يسمى هذا وهم بونزو أو وهم سكة القطار، حيث يظهر شيئان بنفس الطول ولكن بحجم مختلف عند وضعهما بين خطين متقاربين. هل رأيت كيف أنه من السهل خداع عقولنا؟ أليس كذلك؟ رقم 9. تستمر فترة الحمل لدى الإناث من البشر لمدة 9 أشهر تقريبا، وهي فترة قصيرة مقارنة بالفيلة، حيث تقضي أجنة الفيلة 22 شهرا داخل رحم أمهاتها حتى تلد. من ناحية أخرى، إن الفترة الأقصر للحمل هي لحيوان الكواتشو الذي يقضي جنينه من 11 إلى 13 يوما فقط، على الرغم من أنه بعد ولادته تستمر تلك المخلوقات في النمو داخل شقاب أمها. إليك صور بعض أجنة الحيوانات أثناء فترة الحمل. رقم ثمانية. ما الذي يسقط أسرع على الأرض؟ إذا تركته يسقط في نفس الوقت، الكرة أم الريشة؟ في الظروف الطبيعية سوف تسقط الكرة، أما إذا جربنا ذلك في الفضاء كما لو كنا في الفضاء الخارجي، فإن تركت كرة وريشة يسقطان سوف يحدث ما نسميه السقوط الحر، حيث ليس هناك مقاومة للهواء وإنما قوة الجاذبية. يصل الغرضان للأرض في نفس الوقت بغض النظر عن أوزانهم. رقم 7. تعد الأمارولا أحد أفضل الخمور في العالم. يتم تصنيعها من فاكهة شجرة المارولا التي تنمو فقط في جنوب أفريقيا. طعمها لذيذ للغاية، حتى أن الحيوانات المتوحشة تشربها وتسكر أيضا. تصدر الشجرة هذه الفاكهة بغزارة، وعندما تسقط على الأرض يزداد نسبة إصدارها للكحول، لذا عندما تأكلها الحيوانات تحدث العديد من الأمور. رقم 6. إن القفز على الأرض مسل للغاية، ولكن هل تخيلت إلى أي مدى يمكنك القفز على القمر أو المريخ أو أي تكوين فضائي آخر؟ على الأرض يستطيع الإنسان القفز أقل قليلاً من 50 سنتيمتراً، أما على المريخ يمكن القفز متراً أعلى منه على الأرض، أما على القمر ف3 أمتار، أما في بلوتو ربما لا يجب عليك القفز بقوة شديدة، لأنك من الممكن أن ترتفع حتى 8 أمتار في الهواء. رقم 5. يتعرض المتسابقون في مسابقات الفورمولا 1 لدرجات حرارة مرتفعة وقوى كبيرة للجاذبية خلال السباق، وهذا من الممكن أن يستمر لمدة 2 ساعة، مما يجعلهم يفقدون حوالي 4 كيلوغرامات من أوزانهم عند انتهاء كل سباق. إن درجات الحرارة داخل المركبات مرتفعة للغاية، حتى أنهم يفقدون حوالي 2 لتر من المياه في السباق الواحد. رقم 4. هل كنت تعلم أن الحشرات ليس بها دماء، وإنما يوجد في جسدها ما يسمى الليمف الدموي، وهذا السائل له ألوان مختلفة من برتقالي إلى أخضر أو حتى من دون لون؟ يعتمد لونه على صبغات مختلفة وهي تحدد على أساس غذاء الحشرة. عندما نسحق أي بعوضة فهي تترك علامة حمراء، ولكن هذه العلامة هي دماء الشخص الذي امتصه البعوض وليس دماء البعوضة نفسها، لأن دماءها ليس له لون. رقم 3. إذا استطاع الإنسان في يوم ما إعمار المريخ، فإن التواصل مع أي شخص سيصبح صعبا للغاية، لأن المريخ بعيد للغاية عن الأرض، حتى أن الإشارات ستستغرق من 3 إلى 22 ثانية من أجل الوصول إلى هذا المكان، وبهذا سيصبح من المستحيل التواصل عبر الهاتف. رقم 2. ما هو لون تمثال الحرية؟ إن لونه لم يكن هكذا، ولم يتم دهنه بأي لون على الإطلاق، وإنما حدث هذا بفعل الأكسدة. إن التمثال مغطى بالبرونز، وهي المادة التي بمجرد لمسها للأمطار الحمضية تتكون طبقة مؤكسدة تسمى كاردينيلو، التي تعطي التمثال هذا اللون الأزرق المائل إلى الأخضر، أما لونه الأساسي فقد كان بنيا مائلا للحمرة. رقم 1. هل كنت تعلم أن الإغريق يستخدمون البول كمطهر؟ لقد كانوا يتركونه في حاويات حتى يتحول إلى الأمونيا بفعل عملية التحلل،
والأمونيا هي مادة معروفة بخصائصها المطهرة، والتي تستخدم حتى يومنا هذا في عدد كبير من العقاقير ومنتجات التنظيف. كان هذا السائل يستخدم مع الماء من أجل غسل ملابس النبلاء، أما الفقراء فكانوا يستخدمون المياه فقط. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.